في بريطانيا ما بين 1838 و 1848 أطفال أقل من 10 سنوات يعملون في المصانع والأعمال الشاقة. ارتفاع نسبة البطالة. التصويت ليس من حق الجميع. الفقر والتشرد في كامل أنحاء البلاد. كل هذا أدى إلى ظهور ما يسمى بالتشارتزم. So what was Chartism؟ كل هذا سوف نتطرق إليه في حلقتنا اليوم. لا تنسوا الضغط على زر اللايك إذا أعجبكم الفيديو، وأشكركم على دعمكم الدائم. So guys, what was Chartism? Chartism, it was a working class movement that began in 1838 and ended in 1848 in London and aimed at achieving economic and social reforms in Britain among them. يعني قال لك Chartism هي حركة قاموا بها الworking class، يعني الworking class هم الطبقة العاملة، الطبقة الفقيرة. داروا هذه الحركة بدأت في 1838 وانتهت في 1848 في لندن. يعني من المطالب تاعها it aimed at achieving يعني تحقيق economic and social reforms يعني الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا. among them يعني هاد المطالب نتاع هاد الworking class واش هما؟ كانوا the reduction of working hours يعني تخفيض نسبة ساعات العمل، all men to have the vote يعني جميع الناس في بريطانيا يكون عندها الحق في التصويت. Voting should take place by secret ballot يعني هالتصويت يكون عن طريق الاقتراع السري. Parliamentary elections every year not once every 5 years يعني هالتصويت هالانتخابات تكون كل سنة ماشي وحدة كل 5 سنوات. Members of parliament should be paid يعني أعضاء البرلمان يجب أن يتم دفع الرواتب تاعهم. And gain political rights and influence for the working class. يعني هاد working class الطبقة العاملة كانت تطمح باش يكون عندها حقوق سياسية ويكون عندها يعني تأثير في المجتمع. So guys, بعد ما عرفنا وش هو the Chartism, now we move to what were the main factors that encouraged the movement. يعني وش هي العوامل اللي ساعدت ظهور Chartism؟ العامل الأول هو the disappointment with the 1832 reform act يعني خيبة الأمل نتاع قانون الإصلاح اللي داروه في 1832 يعني في 1832. So elections in Britain were unfair يعني الانتخابات في بريطانيا كانت غير عادلة. Because in order to vote باش يكون عندك الحق باش تفوتي a person had to own a property or pay certain taxes to qualify يعني هذاك الشخص لازم تكون عنده ملكية يعني أرض ولا منازل ولا or pay certain taxes ولا يعني يدفع ضرائب يخلص ضرائب باش يكون متساوي مع الآخرين. Which excluded most working class people يعني هذا الشيء كان ينفي جميع الworking class الطبقة العاملة اللي هي طبقة فقيرة ما كاش عندها ملكية ما تقدش تدفع ضرائب باش تفوتي. سو هنا الطبقة العاملة ما كاش عندها الحق باش تفوتي. سو هاد الشيء دفعهم باش يديروا هاد الموفمنت نتاع Chartism. العامل الثاني هو the disappointment with 1833 factory act يعني خيبة الأمل نتاع قانون المصنع اللي جاء في 1833 aimed to improve the conditions for children working in factories يعني هذا القانون جاء باش يحسن الوضعية نتاع الأطفال اللي يخدموا في الفاكتوريز في المصانع and reduce the working hours وجا تاني باش ينقص من ساعات العمل. But it failed to achieve the goal. لكن هذا القانون فشل في تحقيق يعني الهدف. So هنا صارت خيبة أمل للworking class وهذا الشيء شجعهم باش يعني يديروا تاني الموفمنت. So العامل الثالث هو fluctuation in trade يعني تقلبات التجارة. The years from 1838 to 1848 يعني السنوات من 38 ل 48 were years of high unemployment يعني في هذوك السنوات كان ارتفاع كبير في نسبة البطالة. And thousands of families were suffering from poverty, higher taxes and food prices يعني عائلات يعني جميع البلد كان يعاني من الفقر، التشرد، الضرائب، يعني ارتفاع ثمن الأكل، food prices etc. يعني يمكن أن يقال على هذا الشيء أنه كان كاين فساد في البلاد ولا فساد في السياسة بس كانوا يخدموا الأطفال يعني أقل من 10 سنوات 7 سنوات 4 سنوات بثمن يعني قليل جدا، كانوا يخدموا تاني النساء بثمن قليل جدا. يعني الفقر، الحرمان من جميع الحقوق، يعني هذوك الworking class طبقة الفقيرة كانت محرومة من العديد من الأشياء. يعني وكاين العديد من العوامل الاخرى كل هادو دفعوا ولا شجعوا ظهور الحركه نتاع the Chartism.
However, now we move to know what were the main events of the Chartism movement 1838-1848. يعني راح نمر باش نشوف واش هي أهم الأحداث اللي جات في هذيك الفترة نتاع the Chartism. الحدث الأول هو the first national petition of 1839. واش نعني بالnational petition؟ هي عريضة يعني كتبوا فيها الطلبات تاعهم ويقدموها للبرلمان. So داروا the first one كانت في 1839 وهذا هو الشكل نتاع البيتيشن. So this was the first act taken by the Chartists. يعني هذه كانت الحركة الأولى اللي خدوها Chartists اللي هم بطبيعة الحال the working class to achieve political change and the six main goals. يعني باش يحققوا تغيير في السياسة وباش يحققوا هذوك ستة نتاع المطالب اللي ذكرناهم في الأول. It was presented to the Parliament by Thomas Attwood. يعني كانت مقدمة للبرلمان by Thomas Attwood. Contained of 1,208,000 signatures, يعني كانت فيها 1,280,000 إمضاء. But the petition was rejected by 235 votes against 46 votes. يعني قال لك لكن هاد البيتيشن هاد العريضة تم رفضها. This refusal made the Chartists very furious, going on numerous riots around the country. يعني قال لك هاد الرفض خلى هادوك Chartists يعني very furious يعني غاضبين بزاف وداروا بزاف نتاع الرايوت اللي هما يعني مشاغبات وأعمال شغب around the country يعني في بريطانيا. الحدث الثاني كان هو the second Chartist petition of 1842. It was the second biggest petition. يعني كانت هذه ثاني أكبر عريضة قدمت إلى البرلمان. Contain 3.3 million signatures. يعني هذه كانت أكبر من الأولى. كانت فيها 3.3 مليون إمضاء. But it was also rejected by 287 votes against 42 votes. يعني هذه الثاني تم رفضها من قبل البرلمان. Because members of parliament felt as if the worker classes were not ready to be given the votes because they were uneducated and will make decisions that would have a negative effect on the Britain's economy. يعني قال لك هذوك الأعضاء نتاع البرلمان رفضوا هذا البيتيشن باسكو كانوا يشوفوا انه الوركينغ كلاسز اللي هما يعني الطبقة الفقيرة هما يعني uneducated people يعني ما عندهمش القدرة باش يديروا قرار صائب. يعني هاد الشيء القرار تاعهم راح يكون عنده عوائد يعني سلبية على الاقتصاد البريطاني. As a result, the Prague riots of August 1842 were expanded. يعني as a result كنتيجة لهذا الشيء أعمال الشغب توسعت في كامل البلاد في أوت 1842. The last one كانت the third national petition. يعني it was the last national petition presented by Fergus O'Connor. يعني تم تقديمها البرلمان من قبل Fergus O'Connor, one of the Chartist leader. يعني هو كان واحد من القادة. Contained of 6 million signatures. يعني كانت تتكون من 6 مليون إمضاء. But this one also was rejected because the Commons Committee for Public Petitions found under 2 million signatures and the rest were fictitious names such as Big Nose, No Cheese, etc. يعني قال لك هنايا هذيك اللجنه اللي يعني مخصصه للبيتيشنز لهاد الالتماسات كي فقدوا هذوك السيجناتشرز صابوا غي تحت 2 مليون سيجناتشرز والباقي يعني هذيك الاسماء الباقيه كانت مجرد اسماء خياليه ولا اسماء وهميه مثل يعني بيج نوز نو تشيز اكسترا. يعني وتم الرفض نتاع هذا البيتيشن بسبب وجود اسماء وهميه كثيره. So now guys, السؤال الذي يطرح نفسه يعني بما أنه تم الرفض نتاع جميع البيتيشنز ولم يتم تحقيق المطالب اللي كانوا يطالبوها the working class. So was Chartism a total failure؟ يعني هل Chartism كانت عبارة عن فشل يعني كلي أو لا؟ راح نشوفوا الجواب الآن. So by the 1850s the Chartism movement declined. يعني مع حلول 1850 هذيك الموفمنت الحركة نتاع Chartism تراجعت. And the members of parliament accepted that further reform was inevitable and 5 out of 6 of the Chartist demands have become laws. يعني بعدها هذوك أعضاء البرلمان أعادوا النظر في هذوك المطالب نتاع the Chartist ويعني ورشحوا 5 من بين 6 نتاع المطالب قبلوهم وأصبحوا قوانين في بريطانيا. Except the annual parliamentary elections failed to become part of the British law. يعني فقط من مطلب واحد من المطالب اللي فشل باش يكون قانون في بريطانيا واللي هو الانتخابات تاع كل سنة.
And even the petitions failed, but the Chartism is still a movement that played an important role in the development of the UK democracy and the working class conditions. يعني قال لك هذوك البيتيشنز يعني فشلوا ولا هذوك الالتماسات فشلوا في البرلمان، لكن يبقى هذيك الحركة نتاع التشارتيزم حركة مهمة جدا في تغيير الديمقراطية نتاع ذا يو كي اند وتغيير يعني حالة الوركين كلاس، يعني كان عندها دور مهم جدا في تاريخ بريطانيا في يعني كل شيء. So guys وصلنا لنهاية الفيديو. Thank you so much for watching. See you soon for another video and goodbye.